هاشتاج يحث المصريين على مقاطعة متاجر السوريين في البلاد، ما القصة؟ تصدر واسم مقاطعة محلات السوريين بشكل مفاجئ مواقع التواصل الاجتماعي في مصر نتيجة زيادة أصحاب المطاعم والمحلات في الأسعار، وبينما يتحدث البعض الآخر عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر. الهاشتاج أثار جدلاً بين مرحب بوجود السوريين وبين رافض. حملة مريبة مجهولة الأسباب والمصدر يتم نشرها على نطاق واسع سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض الصحف والفضائيات، ويقدر إجمالي عدد المهاجرين على الأراضي المصرية ب9 ملايين لاجئ ومهاجر، من بينهم نحو 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري ومليون يمني ومليون ليبي. وأنت هل تؤيد دعوات طرد اللاجئين؟